بسم الله الرحمن الرحيم. لغة البايثون من اللغات السهلة والبسيطة. دلوقتي هنبدأ نكتبها بأبسط محرر نصوص اللي هو النوت باد العادي. ده ممكن تشتغل بأي محرر زي مثلا نوت باد بلس. البايثون نفسه بيجي معاه محرر نصوص، ممكن وانت شغال في الداينامو تدخل الكود هناك. دلوقتي هقول له حاجة بسيطة جدا، هقول له افترض ان الاكس بتساوي 5، اطبع لي برنت قيمة الاكس كده هيطبع لي الخمسة. طيب انا عايز اتاكد ان هو بيعمل عمليات حسابية، هقول له زائد مثلا 8، ده في زائد 8. هسيف المشروع دوت على الديسك توب عندي، هحطه في فولدر، اسمي الفولدر ده بايثون. اجي هنا اعمل الملف ده ايه دوت بي واي، لازم يبتدي اللي هو البي واي عشان يعرف ان ده بايثون. تمام، ممكن افتح الملف دوت الفولدر دوت، هلاقي في ملف هنا ممكن اشغله ان انا اقول له اوبن، بس انا عايز اشغله بالكوماند لاين العادي سي ام دي. فتحت كام ستارت كتبت سي ام دي، يعني بقول له شغل لي الدوس، هقول له سي دي بايثون ديسكتوب. سيدي بايثون، بعد كده اقول له شغل لي الملف اللي هو edit بي واي. تمام، شاف لي العمليه الحسابيه، شاف ان الاكس دي قيمتها بكام، لها بخمسه، راح جمع على 8 بقت 13. جميل جدا. دلوقتي انا ممكن اغير في الكود واشوف ايه اللي هيحصل. تمام، يعني هقول له بكل بساطه لو انا خليت البي دي كابيتال، هل انت من اللغات اللي بتفرق بين الكابيتال والسمول ولا لا؟ وادوس السهم لفوق في الكوماند برومت، هيقول لي لا مش هينفع، لازم الحاجات الثابته الخاصه بالبرنامج تكون كابيتال وسمول. انما لو انا قلت له ارجعها بيه عاديه، لو انا قلت له اطبع لي برنت وخليت كلام كده ملوش اي معنى كابيتال وسمول وبعض الحاجات، وقلت له سيف، وجيت هنا قلت له شغل امر، فلقاه طبعا الحاجات اللي هي بين اقواس ديت بيطبعها زي ما هي، ما بيفرقش ايه اللي مكتوب فيها، هل هي كابيتال ولا سمول. المهم الحاجات اللي هي الخاصه بيه لا، لازم اراعي فيها موضوع الكابيتال والسمول. تمام، ممكن برضو ان انا اشتغل في المتغيرات ديت بان انا اقول له في بعض الحاجات بتبقى اونلاين مش محتاجه تسطيب، بحيث لو انت في الشغل مثلا عندك بريك عايز تفتكر، زي البايثون دوت اورج شيل دي جوه الموقع اللي احنا نزلنا منه البايثون، هتلاقي مديك هو محرر تقدر تكتب مثلا تقول له مثلا لو اكس بتساوي 5 برنت اكس، وتقول له مثلا في 2. تمام، البرنت انا كتبتها كابيتال برنت اكس في 2. تمام، هو عمل العمليه الحسابيه على طول. تمام، ده لو انت عايز تشغل اونلاين من غير التسطيب ومن غير حاجه خالص. دلوقتي انا عايز هو يتعامل مع المستخدم، يعني يسال المستخدم انت اسمك ايه، فهو مثلا يكتب له عمر فيقول له مرحبا بك يا عمر. فهاجي هنا اقول له مثلا اعمل لي متغير اسمه نيم، المتغير دوت هيساوي رو انبوت. رو انبوت، رو انبوت يعني استنى المستخدم هيكتب لك كلمه معينه، الكلمه دي هتحطها في متغير اسمه نيم. تمام، هو كده جاهز ان هو يستقبل المستخدم، بس انا عايز اقول للمستخدم ايه الحاجه اللي انا عايزها منه، فهقول له وات از يور نيم. المستخدم هيطلع له رساله بيقول له اسمك ايه، فهيقول هيكتب له هو الاسم. تمام، يعني ممكن يكون انا مثلا عايز اقول له اعمل لي عمليه حسابيه، خد قيمه الراجل ده مرتبه كام واخصم منه الحاجات المصروفات، اللي هيطلع هيبقى هو ده اللي يقدر يحوشه. تمام، فيطلع له رساله بيقول له رو انبوت مرتبك كام، وبعد كده رساله تانية تقول له الفلوس مصاريفك قد ايه في الشهر، ويطلع له بقى النتيجة الطرح منهم. تمام، فاقول له دلوقتي ايه برنت اطبع لي. تمام، اقول له ويلكم
اقول له نيم. طيب هو دلوقتي الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده فيه مشكلة اللي هو ايه، ان كلمة ويلكم كده هو شافها انها متغير. ليه شافها انها متغير؟ لانها مش محطوطة بين علامات تنصيص زي كده. علامات تنصيص بتنبهه ان الكلمة دي اطبعها زي ما هي، صح غلط اطبعها زي ما هي، ما تدورش عليها. طب نيم، نيم هيعرف ان ده متغير لان معلوش اقواس، هيبدأ يدور في المتغيرات اللي فوق لحد ما يلاقي قيمة. تمام. طب لو انا مديها كذا قيمة اشوف اخر قيمة ليها. تمام. يعني الاكس اهي، اكس هنا بتساوي 5، هنا الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 5 زائد 8، فهياخد اللي هو اخر قيمة موجودة هنا. تمام. هسيب الشغل دوت واجي هنا اقول له اطبع لي الشغل دوت، فعمل ايه؟ طبع لي ال 13. ايه ال 13 ديت؟ اللي هي برنت اكس زائد 8، وطبع لي الكلمه ديت، وبعد كده طبع لي اللي هي الرو نيم، رو انبوت وات از يور نيم، ومستني انا اكتب له. هقول له مثلا انا اسمي عمر. تمام. وتس انتر، هيعمل ايه؟ هيكتب لي ويلكم زي ما هي، وهيكتب لي بعد كده النيم بتاعي اللي هو عمر. تمام. ده ببساطه ازاي اتعامل مع لغه البايثون، وهي من اللغات السهله.